هيا يا شباب، 3 2 1 انطلاق. جيد 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 جيد، ممتاز. هيا يا سيارات ستريتش، السرعة القصوى الآن. جيد. واو واو. السلام عليكم يا شباب، معكم ياسين من قناة يس بليس. اليوم جيتكم بفيديو جديد وحلقة جديدة من لعبات جي تي اي 5. أتمنى أن يكون يومكم بخير يا شباب. أنا الحمد لله يومي بخير وعلى خير، وشكرا لكم على الدعم في الفيديوهات الخاصة بجي تي اي 5، وشكر كثير جدا للأصدقاء الذين يشاهدون جميع الفيديوهات ويدعمون كذلك في السلاسل التي أقوم بتختيمها في القناة. تحياتي لكم يا شباب. اليوم جيتكم بفيديو رائع جدا ورهيب، وجئتكم بسيارة مميزة وهي أطول سيارة في لعبة جي تي اي 5. وها هي أصدقاء، أطول سيارة موجودة في لعبة جي تي اي 5. آسف يا شباب، لقد تغيرت الشخصية إلى مايكل. لماذا؟ لأنه كان هناك عطب تقني وقمت بإعادة قفل اللعبة وقمت بإعادة الدخول لها لكي نبدأ في التسجيل. وهذه هي أطول سيارة موجودة في لعبة جي تي اي 5، ووضعتها كذلك هنا في هذا المكان المميز الخاص بهوليوود لكي نقوم بالذهاب ونسوق أطول سيارة في جي تي اي 5، وهي سيارة مميزة خاصة كذلك بالأغنياء. ممتاز. لكن ما سنقوم بفعله قبل أن نذهب هي أننا سنضيف لها جميع الأشياء التي تحتاجها من كاستميزيشن، أوتو أبغريدز. بوم، ممتاز. نغير كذلك اللون، برايماري مات بلاك. يا سلام عليك، الآن أصبحنا رجال أعمال بسيارة طويلة. صراحة عجيبة جدا هذه السيارة، شوف تشبه الأفعى. واو، طويلة جدا. هيا لكي نقوم، ابتعد ابتعد عن الطريق. واو، صراحة طريقة سياقتها رهيبة رغم أنها طويلة لكنها عجيبة كذلك. هيا سنحاول المرور، سنحاول المرور. لا أستطيع المرور يا أصدقاء، علي العودة إلى الوراء. الآن أستطيع المرور بدون أي مشاكل، كأنني أقوم بسياقة قطار لدي عجلتين. أيها، سنحاول الإسراع الآن. واو، انتظروا سأكتشف هل سنستطيع قطع الطريق. يا سلام، قمنا بقطع الطريق. لن تستطيع المرور يا أيها الغبي. أيها، واو. تسببنا في حوادث سير في لعبة جي تي اي 5. لن تستطيع المرور لأي مكان. واو، هذا الشخص يريد العراك. هرب 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 هرب. ايه، تعال تعال، تريد العراك؟ حسنا، سأريك سأريك يا جبان. هيا. اوه لا لا لا، انزلني الى الارض. اهرب يا مايكل، اهرب اهرب اهرب. جيد، اركب في السيارة، اسرع. هيا، حاول اخراجي الان. تعال تعال، حاول اخراجي الان. هيا حاول. اوه ها، سأقوم بجارك يا جبان. لا أستطيع التحرك، لا أستطيع التحرك. جيد جيد، الحمد لله استطعت التحرك، لأن هذه السيارة بما أنها طويلة جدا فهي كذلك تعلق يا شباب في الشارع. إذا كانت هناك هضبة بسيطة في الشارع فمن الممكن أن تعلق، لذلك علينا الحذر. أوه، انتظروا سأنزل في الهاي واي، لكن كيف سأدور؟ هذه السيارة فهي طويلة جدا، كيف سأدور؟ انتظروا سنحاول إيجاد حل. عد 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 الى الوراء، عد عد. واو واو واو، صراحة هذه ليست سيارة عادية. هيا هيا هيا، اسف اسف تيت، اسف. جيد، سنقوم بالذهاب الى الهاي واي، لكن كيف سأدور الى الهاي واي؟ الامر سيكون اصعب. هيا 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 هيا، ممتاز، الحمد لله نزلنا الى الهاي واي. الان علينا الاسراع. واو واو. صراحة هذه السيارة عجيبة وطويلة كثيرا. واو واو. لكنها ممتعة، اليوم سنستمتع في هذا الفيديو، وكذلك سأقوم بتجربة هذه الرامب، وهي تلك القفزات العالية جدا الموجودة في لعبة جي تي اي 5. لقد قمت بتنصيب اعتقد 2 أو 3، نعم قمت بتنصيب 2، استطيع اظهارهم بواسطة السيمبل مينيو، وقمت بتنصيب واحدة اخرى استطيع اظهارها بواسطة ليس السيمبل مينيو، السيمبل ترينر. قمت بتنصيب 2 استطيع اظهارهم بواسطة السيمبل ترينر،
والسيمبل ترينر فهو مود يمكنك اضافته في لعبة جي تي اي 5. وقمت بتنصيب واحدة اخرى يمكنكم فقط تشغيلها بواسطة المينيو، يعني قمت بتنصيب ثلاثة، لكن من الممكن ان نجربها فقط من الممكن ان نجربها فقط ضد قفزتين، قفزة طويلة جدا وعالية وضد قفزة اخرى تكون ملتوية لكي ننوع في القفازات. لكن صراحة هذه السيارة فهي مميزة جدا، شوفوا استطيع مراوغة السيارات بدون اي مشاكل، رغم ان طولها فهو طويل جدا، لكن انا استطيع مراوغة السيارات بدون اي مشاكل. وكذلك الكاميرا فهي عالية، نستطيع رؤية الطريق بدون اي مشاكل كذلك، لذلك فان المراوغة تصبح سهلة كما تلاحظون الان. شو بام، راوغتها بدون اي مشاكل. هنا استطيع المرور بينهم، لا ضرب تلك الشاحنة الكبيرة الخاصة بلوس سانتوس. هيا ممتاز، لكنها صراحة مميزة في السياقة، لا توجد عندنا اي مشاكل بالنسبة لسياقتها. المشكل الوحيد هو في الدوران لانها طويلة جدا، فمن الصعب الدوران في الشوارع الضيقة مثل هذا الشارع مثلا، رأيتم من الصعب الدوران مثلا اذا اردت الدوران هنا الى اليمين. هيا سنحاول اكتشاف الامر، هيا سأبدأ في الدوران. لا استطيع الدوران بشكل جيد، مؤخرة السيارة ضربت في هذا الجانب الخاص بالاسمنت، الجانب الاسمنتي في الشارع. لكن من الصعب الدوران في الشارع الضيق. اوكي هيا الان لكي نقوم بالذهاب سنحاول عمل الجامب الموجودة هنا، ونرى هل سنستطيع الطيران الى ذلك المبنى الموجود امام منا ام لا. هيا هنا هي الجامب. اوه لا استطيع الوصول الى الجامب هي بعيدة جدا. سنحاول تجربة القفزة الموجودة في المطار، هيا ان شاء الله هذه القفزة سنستطيع المرور فيها بدون اي مشاكل. وهناك رجال الشرطة، علينا الحذر كي لا يلحق بنا رجال الشرطة ويدمر سيارتنا المميزة. اوكي هيا لكي ندخل في الباركين. لا دمرتها المسكينة، سنعود الى الوراء، ندخل الان الى هذا الباركينج لات، بعدها نعود مرة اخرى الى الوراء. واو يا سلام، صراحة سيارة رائعة جدا، رغم انها صعبة في السياقة لكنها مميزة وممتعة كذلك، لذلك انصحكم بتجربتها. سأضع رابط تحميلها في الديسكريبشن لمن يريد اضافتها. القفزة الان، المشكل الموجود هو انها ليست سريعة كثيرا، لذلك فهي لم تحلق بشكل جيد في السماء. ضربنا كذلك في المبنى. هل علقت؟ ايوه اعتقد بان سيارتي علقت. لا لم تعلق الحمد لله، جيد. يا سلام هذه الستريتش فانها طويلة كثيرا طويلة كثيرا يا شباب. هي تحركي. وكذلك بالنسبة للهاندلين وهي طريقة الدوران فهي فيها ثقيلة، لا نستطيع الدوران ببساطة عندما نقوم بسياقتها. اوكي لقد جئنا الان لكي نرى هل هذه السيارة اطول من الطائرة ام لا، سنحاول اكتشاف الامر. بالنسبة للطائرة الخاصة بالمسافرين، هذه السيارة فهي اطول منها، لكن بالنسبة لهذه الطائرة الكبيرة، الطائرة الكبيرة فهي أطول من هذه السيارة يا شباب. نعم الطائرة الكبيرة أطول من هذه السيارة. الآن بعدما قمنا بتجريبها وسقناها قليلا في المدينة وجربناها في الشوارع الضيقة وكذلك جربنا طريقتها في الدوران، سنقوم الآن بتجربتها في أحد القفزات، وهيا لكي ننطلق. وأعدت لكم يا أصدقاء أنا الآن فوق أعلى قفزة في لعبة جي تي اي 5، أعتقد هذه هي أعلى قفزة أم هناك قفزات أخرى؟ أعتقد هناك قفزات أخرى أكثر منها، لكن هذه القفزة فهي كذلك عالية ومميزة،
هي اللي كاينه قمة بتجربة سيارات ستريتش ضدها، ونرى ماذا سيحدث. بالنسبة لسيارات ستريتش او هذه السيارات الطويلة جدا الموجودة في لعبة جي تي اي 5، فالمشكل الموجود هو ان هذه المنطقة فهي لا تكفيها، فهذه السيارة فهي اطول من هذه المنطقة يا اصدقاء الخاصة بالاقلاع. هيا ننزل نركب. 3 2، نعود قليلا الى الوراء. جيد جيد، اعتقد بان العجلتين وصلوا الى اقصى حد. لا اريد المرور الى الوراء لانها ستعلق السيارة ولن نستطيع الاقلاع. هيا يا شباب، 3 2 1، انطلاق. جيد 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 جيد، ممتاز. هيا يا سيارات ستريتش، يا سلام عليك، انطلاق. واو، اطول سيارة في لعبة جي تي اي 5 ستقوم بالقفز العملاق الان. هيا لكي ننطلق. واو يا سلام، السرعة القصوى، يا سلام. ليتس جو ليتس جو ليتس جو، ان شاء الله سنطير سنطير بواسطة اطول سيارة في لعبة جي تي اي 5. هيا السرعة القصوى الان. جيد، واو واو، يا سلام، نحن نطير الان بواسطة اطول سيارة في لعبة. بوم، انقلبنا. هيا، اوه الحمد لله لم تنفجر سيارة ستريتش، الحمد لله. جيد، لم تنفجر يا شباب، واستطعنا الوصول الى هذا المكان. لكن صراحة تلك القفزة مميزة جدا، لكن هذه المرة ساقوم باظهار قفزة اخرى ونجربها ضد اطول سيارة في لعبة جي تي اي 5. وهيا لكي ننطلق. او انقلبت. جيد جيد، هل اعدناها؟ ممتاز ممتاز. هيا هيا، تحركي تحركي تحركي، هل تستطيع التحرك؟ هذه فهي قفزة جديدة موجودة فوق الميز بانك، لكن اعتقد بان سيارتنا علقت لانها طويلة جدا. هيا، الحمد لله الحمد لله، تحركت. اوكي تحركت. ها قد وصلنا يا شباب، وهذه هي اعلى قفزة موجودة في لعبة جي تي اي 5 كذلك. لكن الشيء الذي يميز هذه القفزة على القفزة الاخرى هي ان هذه القفزة ليست طويلة وفيها منعرجات. اذا لاحظتم، اذا استعملت مثلا النوكليب، شوفوا معي يا اصدقاء، فيها منعرجات. علينا المرور من هنا، بعدها الدوران من هنا. رأيتم يا شباب، قفزة عجيبة جدا. وعندنا كذلك هنا في هذا المكان يمكن النزول بدون اي مشاكل، لكن اذا جئتم الى هذه المنطقة ستلاحظون بان المكان فهو مقفل، لا نستطيع النزول من هنا. هناك هذا الحائط يمنعنا من المرور من هذه المنطقة، لذلك علينا فقط المرور من هنا والدوران والذهاب في هذا الاتجاه والعودة من هنا بعد الصعود. رأيتم هذه القفزة فهي مربوطة مع الميز بانك وكذلك مع مكتب تحقيقات الفيدرالي الاف اي بي، وكذلك مع مكتب التحقيقات، لا اعلم ماذا يسمونه ولكن يقولون له الاي اي اي في لعبة جي تي اي 5. وهنا عندنا هذا الاو اي فو، وهي مركبة فضائية خاصة بالالينز. واذا دخلنا وسطها، هل هناك شيء عجيب؟ فارغة، لا يوجد وسطها اي شيء. لقد قمت بتغيير الاجواء لكي تكون مشمسة، وهيا لكي نجربها يا شباب. جايين، هيا انطلقي. واو، تستطيع الدوران صراحة. هيا هيا، اسرعي اسرعي، يا سلام، تستطيع الدوران بدون اي مشاكل في هذه القفزة العملاقة. واو، والسرعة هائلة كذلك. هيا هيا، واو يا سلام، انفجرت النوافذ فيها لكن لا يوجد اي مشكل. جيد جيد، هل نستطيع الصعود هنا بدون اي مشاكل؟ لقد طارت ستريتش في السماء. رائعة صراحة، رائعة، ادهشتني هنا، اعتقدت بانها ستتوقف لكن لا احد يستطيع ايقافها، رغم انها طويلة جدا لكنها تستطيع الذهاب والمرور بدون اي مشاكل في هذه القفزة العالمية. هيا هيا، دوري. واو صراحة قوية، محركها قوي. جيد 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 جيد، مشكل مشكل، اين نزلت؟ لا، نزلت في ضفة اخرى. هيا هيا هيا، هل علقت؟ مع الاسف علقنا يا شباب، كنت اتوقعها صراحة ان تعلق في مكان ما، وها هو المكان لقد ظهر الان. نعم، لن نستطيع التحرك. لماذا؟ لان العجلات الخلفية فهي لا تلمس الارض ولا تلمس كذلك هذه الاجزاء الخاصة بالرامب مع الاسف، لذلك فانها ستبقى هكذا يا اصدقاء. لكن المهم اننا جربناها واصبحت سد بيننا وبين الصعود هنا الى فوق.
وهي اللي كاينه طايره في السماء. اسف يا مايكل، لا سيموت، سيموت مايكل سيموت. اعتقدت بان عندها باراشوت لكن لا يوجد عندها لا باراشوت ولا اي شيء. هسه يا شباب اعتقد بانني ساقوم بايقاف الفيديو هنا، اتمنى يعجبكم الفيديو الخاص باليوم، لقد قمنا صراحة بالاستمتاع بأطول سيارة في لعبة GTA 5. إذا أعجبكم الفيديو فلا تنسوا الضغط على زر لايك. أنتظر ردودكم يا أصدقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.